السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من مراجعة الفصل 6، انكسار الضوء والعدسات الرقيقة، عاشر متقدم، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة. المسألة 19: شعاع ضوئي في الهواء يسقط على قالب زجاجي، إذن وسط السقوط هو الهواء اللي بنرمز له بالرمز I، والوسط الانكسار R، سمكه 2 سنتيمتر ومعامل انكساره اللي هي N بزاوية 30 درجة مع العمودي، أتابع سير الشعاع داخل الزجاج وأجد زاويتي السقوط والانكسار عند كل سطح. أعطيك هو شكل العمود وعطيك الشعاع الساقط وعطيك زاوية السقوط. بما أنه معامل انكسار الزجاج أكبر من معامل انكسار الهواء، إذا بتتذكر قواعد سينيل، العلاقة بين معامل الانكسار والسرعة والزوايا، فكون معامل انكسار الزجاج أكبر من معامل انكسار الهواء، إذا زاوية الانكسار حتكون أصغر، حينكسر بهذا الشكل. برسم هاي سيتا آر على الوجه الأول، برسم من نقطة السقوط على الوجه الثاني عمود، حينتقل الشعاع من الزجاج إلى الهواء، معامل انكسار الهواء أصغر إذن زاوية الانكسار أكبر. شو بعمل هنا؟ هاي رسمت الشعاع داخل الزجاج بهذه الطريقة. هلا نطبق قانون سينيل على الوجه الأول للقالب، حيث وسط السقوط هو الهواء ووسط الانكسار هو الزجاج، وهي حرسم لك السطح بهذا الشكل. إذن اعتبر كأنه عندك هواء وزجاج بس، وبدك سيتا آر، هتطبق قانون عمك سينيل. ما المجهول؟ مجهول سيتا آر، هذا تقسم الطرفين على إن آر، بتصير ساين سيتا آر وتساوي إن آي ساين سيتا آي على إن آر. سيتا آر محبوسة في الساين، إذا ناخد شيفت الساين، إذا سيتا آر وتساوي لشيفت الساين الكسر كله، منعود. هلأ شو بتعمل بالآلة الحاسبة؟ بتدخل 1 ضرب ساين 30 يساوي تقسيم 1.50 يساوي، بعد هالمساواة الأخيرة بتقول بتضغط على زر الشيفت، زر الساين يساوي، بتطلع الزاوية بهذا الشكل، سيتا آر وتساوي 19.5 درجة. هاي وين؟ على الوجه الأول. هلأ نطبق قانون سينيل على الوجه الثاني للقالب، حيث وسط السقوط هو زجاج ووسط الانكسار هو الهواء. هاي النقطة اللي لازم الطالب ينتبه عليها، هو هذا السطح. بتلاحظ انه سيتا آر هي سيتا آي، يعني الزاوية هذه هي نفس الزاوية هذه، اذا معناته عندك زاوية سقوط لكن مطلوب زاوية الانكسار هذه. اذا هذه في الزجاج وهذه في الهواء، ساين سيتا آر بنفس الطريقة، قسم الطرفين على إن آر، بس شرط ضل ترجع لهون تعرف مين وسط السقوط ومين وسط الانكسار مشان التعويض. سيتا آر وتساوي لساين شيفت ساين نفس المعادلة، لكن شو بيختلف؟ التعويض. إن آي هنا عوضناها 1.5، ليش؟ لأنه وسط السقوط زجاج، فإن آي للزجاج، وإن وسط الانكسار هواء، فإن آر للهواء، وسيتا آي إلنا هي نفس سيتا آر اللي حسبناها في الأول اللي طلعت عنا 19.5. هلأ بتدخل في الآلة 1.5 ضرب ساين 19.5 يساوي تقسيم 1 يساوي، بعدها شيفت ساين يساوي، بتطلع لك الزاوية هذه،
سيتا ار بتساوي 30 اللي هي هذه، هذه هي 30. في أمان الله. ولا تنسى من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، ومن طلب العلا سهر الليالي في المذاكرة والاجتهاد. ولازم يوميا تحل مسألتين فيزياء يوميا، مشان كثرة التدريب بتخليك شاطر في الحل، أما مرة واحدة ما بتكفي.